تخافيش يا كريمان، أنا علي. أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه منك ده. أنت يا كريمان تعملي كل ده؟ أعمل؟ أنا اللي عملت يا علي ولا الدنيا اللي عملت فيا أنا وبنتي؟ دنيتك أنت اللي اخترتيها بنفسك وما قررت تتجوزي إسماعيل، ويومها قلت لك بلاش، لكن أنت ركبت دماغك واتجوزتيه. وأنت كان عاجبك قوي عشتي مع أبويا؟ قلت لك امشي معايا وسيبيه، لكن أنت كنت عايزة تطلعي من عنده على الأحسن. أمشي معاك إزاي وأنت أصلاً ما كنتش عارف أنت رايح على فين؟ وقعدتك في بيت أبوكي حافظت عليكي قوي، ما أنت في الآخر رحت لواحد كسر عينك وذلل نفسك. وبعد ما اتجوزتيه وشفتي معدن وأذيته بعينك جيت لك تاني وقلت لك سيب الدنيا كلها وامشي معايا، واخدك أنت وبنتك وشيلكم في عيني وعلى كفوف الراحة. رفضتي لأن طول عمرك اللي في دماغك محدش يقدر يعرفه. علي أنا فعلا مكفيني، أنا قهرتي على بنتي مفيش حد في الدنيا دي كلها حاسس بيها، فلو أنت مش هتساعدني على الأقل ما تلومنيش وتزودها. اتجننتي يا كريمان؟ طبعا هساعدك، بس قولي لي ازاي؟ أنا محتاجة فلوس. أنا لقيت حد هيعرف يعمل لي باسبور، بس الفلوس اللي معايا مش مكفية، وكمان محتاجة تمن التذكرة. أنت كده بتعرضي لنفسك لخطر أكبر. خطر أهون من الموت اللي أنا بموتها كل يوم وأنا مش عارفة هي عايشة فين وعاملة إيه. هو انت فاكره باريس دي حاره ولا حي؟ هتنزلي من المركب هناك وتفتلي الشوارع لحد ما تلاقيها؟ مش مشكله، حط بس رجلي على المركب ويبقى حلها الف حلال. انا عارفه ان انا بشيلك حمل انت في غنى عنه. خدي دول لحد ما اجيب لك مبلغ اكبر. دول ولا حاجه. المهم المبلغ اللي انت محتاجاه له كام؟